يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: كيف الإجابة على من يقول إننا إذا مددنا أيدينا إلى السماء لا نمدها لأن الله في السماء بل لأن السماء قبلة الدعاء؟ نقول كذاب، الله لم يجعل لنا قبلة غير الكعبة، ما في قبلة للمسلمين غير الكعبة، هي قبلة المسلمين. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ما قال ولي وجهك شطر السماء، بل إن الذي يرفع بصره إلى السماء في الصلاة متوعد بأن يخطف الله بصره لا تعود إليهم أبصاره. فليس للمسلمين قبلة أحياء أو أمواتا إلا الكعبة المشرفة. نعم.